يقولون إن فيه ثلاث رجال راحوا يدورون لهم ذواهب أو يدورون عمل هالصحراء. يوم جاء المغرب ولهم مزبين على هك البيت، بيت هك الشعر الزين المروبع، قالوا نبي نتمسى عند راعي هالبيت، يعني نمرح عنده ننام عنده مثل ما نقول حن. وصلوا البيت ولم طلع عليهم هك الشايب اللي تقول عمره بس 60 70 60 70، هك الشايب النشيط الوجه الفالح، يلا حيهم يا هلا، يلا حيهم، حيا ابوهم الرجال وشب النار وجلسهم، وكل 5 دقائق 3 دقائق قايم وداخل لما البيت جايب قدوع جايب نقط ونشيط. واحد منهم يوم قام الشايب هك المرة قال هذا والله الشايب النشيط. قال الثاني بلا والله ما عمر جاه يوم نقشر، هذا مكيف وجايت له دنيا على كيفه. اي اثره سمعهم الشايب، سمع الكلمه واسكت، سوى قهوتهم وقهواهم وذبح لهم اكل خروف وطبخوه، ويوم خلص العشاء وهم يقلطونه ويتعشون وهالشايب بس يتبلج ويضحك ويسولف عليهم. ويوم جلسوا عقب العشاء قال يا عيال انا والله بنشدكم. قالوا سم. قال ابي كل واحد يعلمن وش اقشر ما مر عليه بحياته، كل واحد. قال واحد منهم والله اقشر ما مر علي، قبل سنين رحت ادور لي ذواهب وقضى المعن وبغيت اموت من الظما، لولا الله وفق لي راعي بيت شعر نسكان. اي قالوا انت؟ قال انا والله. يقول واحد ثاني انا والله رحت هك السن هدور لنا مرتع مربع زين، وامرحت لي ببر يوم دريت ولد ذيبي تحوفا ويا الله افتكيتم. اي وانت يا الثاني؟ قال انا والله رحت هالسن هاللي ما ادري متى ادور لي ذواهب وجون هك الطرازي وبغوا ياخذون ناقتي ويا الله وبالله افتكيته. قال اي اجل انا ابعلمكم وش جرى علي، لأن يسمعكم يوم تقولون هذا شايب ما عمر مر عليه شيء ولا عمر جاو شيء، وبعلمكم وش جاء. قالوا خير علم. قال أنا من عادتي من أبسكن للحالي أنا ويا أمرتي وعيالي، وأكثر ما نسكن بالصمان، وكان عندي 3 عيال، واحد عمره 18 وواحد عمره 16 وواحد صغير عمره تقول 4 سنين 4 وشوي. ويوم جاء يوم من الأيام وقمنا الصبح ولا والله هلما الزرب هاللي عندنا من شقة، ولا والله من المضايع، ولا والله أني أعرف الدحول اللي حنا نرد عليه ونملأ قربنا منه، ولا إذا مشيت الصبح من هلك يا الله يا الله يا الله العصير تاصله. يقول ولا عندي بل وعندي غنم. يقول قلت للمرة أنا أبارد، لا يموتون العيال من الظما، العيال عند ذولا والصغيرة باخذه معي، انا ذل عليه استدرت من الظما عندت ويظما. قال وانا اخذ الولد الصغير عمره 4 سنين، قال وانا احطه بالخرج وعادله بالذهاب اللي معي واحط البندق على غزيل تشتاد. قال وانا ارد. قال والدنيا حر وفخت ضيعت الدحل، ولا وصلت الا مع غيبة الشمس، تيت غاب الشمس أو باقن على الشمس شوي. قال يوم وصلت الدحل قال ولا والله إني من الفرحة ومن الشفقة، يقول البزر الصغير ذلن عليه ضميان، قال وأنا أطبح من الذلول واركض للدحل أبشوف هو ما ولا ما به ما. قال البندق على غزيل تشتاد والولد بالخرج، قال على قبالتي على الدحل، قال وهك الحمام يفوع من الدحل، قال يوم فاع قال والذلول تجفل، قالوا هي تنطح الخل. قال الولد بالخرج والبندق عليها. قال وانا اركض اركض اصيح اركض انا انهم الناقه. قال ولا والله يوم استقبلت الخل قال ولا الشمس يوم غابت. قال ايست من الولد وايست من الذلول والبندق عليها. قال وانا ارجع للدحل يقول انا ميت من الظمه الحين استدركت. قال وانا يا الله اصلوا على الذان تالخير. قال وانا اطيح عليه.
عقب ما ترششت وشربت قال وطيح قال يوم نشط قال وانا اجيك ساري ابي العيال يقول ايست من الولد قال يوم انباعي الصبح قال ولا يمزبل على البيت بيتي وعيالي حروتهم قال والله اني اشوف الزول اللي يوم انطحن زول المرهى اللي يوم انطحن قال والله اني يوم اني استخذت قال يوم اقبلت ولا والله امرتي يا بنت العلم قالت العلم يا خلف الله جونا لنا غزو وذبحوا الولد السبير والصغير وخذوا مالك وحلالك ولا بزي إلا البيت قدعته واليوم تخلف الله يقول تقضبت اليدين أنا وياه قالوا جينا يا قال يوم جينا ولا والله ما خلوا لنا لا أقشر ولا مبارك كل الشايلينه قال طلبت الله ورفعت يدي وصليت قال ما معنى ولا عود إلا مخلين لهم لهم قعود عازلتها المره لا خذوه شاموا عنه قالوا نشيل بيتنا على قعودنا قالوا حنا نجي ربعنا جماعتنا قالوا حنا نعلمهم بحالتنا قالوا حنا نسترفد هذا يعطينا شات وهذا يعطينا قعود وهذا يعطينا وهذا يعطينا قالوا تدور الليال وتدور وتدور وهالحين هل تشوفون هذولا أربعة عيال بدل الثلاثة وهالحلال اللي تشوفون وهالغنم اللي تشوفون وتقولون أسمعكم يوم تقولون الرجال ذا ما عمر مر عليه يوم أقشر أي يوم يوي أيامكم قالوا لا والله.